دلوقتي تعال نشوف ازاي نكريت الميدل وير. يعني ايه اصلا ميدل وير في الاكسبريس او ان جنرال؟ يعني ايه ميدل وير؟ تعال نتخيل، نعمل انالوجي بسيط جدا. تعال نتخيل ان انت دلوقتي وظيفتك ان انت بتعمل ليمون مثلا. فدلوقتي في كذا حاجة انت محتاج تكير عليها لما يجي لك كاستمر عايز منك ان انت المفروض ترد عليه بابي ليمون، كوباية ليمون. فدلوقتي انت الليمون دوت اللي جاي لك دوت، انت محتاج تتشيك هو جاي منين، دي نقطة. محتاج مثلا تتشيك ايه اللي في الليمون ده بويز، محتاج تتشيك هل هو فريش ولا لا. فانت دلوقتي قمت جاي رايح عشان خاطر تزود البروفيت بالنسبة لك، فروحت عملت هاير لواحد، لشخص اسمه يونس مثلا، وقلت له يا يونس انت كل وظيفتك في الحياة ان انت الليمون اللي جاي لي تشوفه هو هل هو جاي من المكان الصح اللي هو اللي المفروض نجيب منه ليمون ولا لا. وقمت جاي رايح عامل هاير لشخص تاني فرح، وقلت الفرح ديت بعد اذنك انت وظيفتك ان انت تشوفي لي تعملي لي فلتر للليمون اللي جاي لي ده، هل هو بالنسبة لي في حاجة في مشكلة ولا لا. فالسيبريشن اوف كونسيرنز اللي انت عملته، او ان انت قسمت الفانكشناليتيز اللي انت بتعملها بحيث ان انت تركز، بقى دلوقتي يونس بيشوف الليمون جاي منين، بقى فرح دلوقتي بتشوف الليمون البايظ تشيله، بقى ياسمين دلوقتي بتشوف ايه اللي المفروض يتعمل قبل ما يخش لك. فانت كل اللي انت بقيت مهتم بيه دلوقتي حاجه واحده بس، ان انت تعمل ليمون، وانت متاكد ان في ناس بتخلص لك الجزئيات اللي هي اللي انت المفروض كنت بتعملها، فالبروفيت بتاعك بيزيد. نفس الكلام لو جينا فكرنا مين الشخص دوت، هو ميدل وير، هو بياخد فانكشناليتي يعملها عنك وانت بتبتدي قبل ما الريكوست يجي لك. فلو جينا نشوف الجزئيه ديت ممكن تتهندل ازاي في الـ في الـ في الـ في الـ في السيرفر بالنسبة لي، تعالى مثلا ممكن نستخدم حاجة زي مورجن. مورجن دوت ميدل وير، لوجر ميدل وير. اللوجر ميدل وير دوت لو انا جيت بصيت هنا وقمت جاي عن عامل راننج للسيرفر، قلت له يارن ديف بالنسبة لي، وقال لي ان انت السيرفر بتاعك هيرن على بورت 3000. لو جيت عملت ريكوست على الاي بي اي بالنسبة لي، ما لقيتش ان السيرفر فيه اتعمل له اي لوجينج. طيب لو انا عايز واي تمر على اي ريكوست جاي لي على السيرفر وتعمل له لوج، بحيث اعرف ان الريكوست دوت بالنسبة لي جاي لي منين وهكذا. فممكن انستول حاجة زي مورجن. حلو. ودلوقتي انا عايز استخدم الميدل وير ده، فاقول له import morgan from morgan. عشان استخدم الميدل وير دوت، فانا محتاج هنا اقول له هو الميدل وير دوت هو الايه. خلينا نكتب كومنتس برضو بحيث يبقى الكود بالنسبة لي واضح. http request logger middle وير. جميل. استخدمه ازاي؟ الانستنس بتاع الاب .use واقول له اعمل لي كولينج للميثود اللي هي مورجن، وممكن ابصلها مثلا كومن فور اكزامبل. فدلوقتي اللي انا عملته هنا ايه، هو قال لي ان انت عندك مشكله هنا ان انت محتاج التايبس بتاعه مورجن، ودي حاجه بسيطه جدا. ممكن نقول له هنا ضيف لي التايبس بتاعه المورجن. فانا دلوقتي هنا لو جيت عملت ريكوست خلاص بعد ما عملت له انستول والدنيا بالنسبه لي جميله، لو جيت اقول له لو سمحت اعمل لي كول للاي بي اي اللي هي 3000، لقيت ان في حاجه هنا اتعمل لها لوج ان هو جاي لي من لوكال هوست، وجاي لي الديت بالنسبه لي، وجاي لي ان الميثود فيرب جت وردت عليا ب 200. طبعا ممكن تغير الواي اوف لوجينج بالطريقه اللي انت عايزها، دي حاجه بقى انت ممكن تشوف كومن، ممكن تشوف الديف، ممكن تعمل شورت، دي حاجه انت ممكن تقرا الدوكيومنتيشن عشان تفهم. ايه برضو من الميدل ويرز التانية اللي ممكن تكون يعني بالنسبة لك ان انت محتاج تكير عليها شوية؟ الهلمت. هلمت هو ميدل وير، من اشهر الميدل ويرز. انديك شايف ان الداونلودز بتاعته 1 مليون اهوت ويكلي، بتساعدك ان انت تسيكيور يور اكسبريس اب. لو جينا بصينا هنا في الهيدرز اللي المفروض راجعالي من لما كولينج الاي بي اي، مكتوب مثلا فور اكزامبل اكس باور باي اكسبرس.
فأي حد هيقول بالنسبة لي الـ API هيبقى عارف ايه الباك اند بالنسبه لي بيستخدم فريم ورك ايه، هيبقى عارف بعض الانفورميشنز اللي ممكن تسهل له يبتدي يشوف ايه الفورنابيليتيز او ايه الحاجات اللي ممكن من خلالها ابتدي اكسس الباك اند. فتعالى انستول مثلا حاجه زي هيلمت ونشوف الميدل وير دوت لما يتضاف على اي ريكوست جاي لي هيبتدي يضيف لي ايه. تعالى نقول له هنا HTTP security middleware. طبعا في حاجات كتير انت ممكن تعملها، بس خلينا نقول لك هنا app.use helmet. وفور شور انت محتاج، طالما انت بنستخدمه محتاج تعمل له import helmet from helmet. جميل جدا. دلوقتي لو جيت عملت نفس الـ API request تاني على 3000، لقيت ان المرة دي الموضوع مختلف. اولا ما لقيتش، لقيت ان الهيدرز بقى فيها هيدرز زيادة، ولقيت ان هو قفل السنيفنج، لقيت ان هو قفل الفريم خليها سيم اوريجين، فضاف شويه هيدر بالنسبه لي للسكيورتي بوليسي. طيب انت عايز تتعمق اكتر وتعرف هلمت عالج ايه، فهتلاقي ان هو هنا عالج بالنسبه لي 15 سمولر ميدل وير، كل واحده منهم بتقفل لي حاجه معينه. لو انت عايز تهايد الباور باي، لو انت عايز ال HSTS وهكذا، تقدر تفيل فري ان انت تضيف واحده منه. برضو من الميدل ويرز المشهوره بالنسبه لي، خليني اقول لك هنا انا قررت ان انا اعمل بوست ريكوست. فبوست ريكوست قلت له app.post بالنسبه لي، وجيت قلت له نفس الكلام هنا، تعال ناخد نفس الكول باك فانكشن، بس بدل ما ترجعي لي هلو وورلد رجعي لي هنا هلو وورلد فروم بوست مثلا، ويقول لي ان الديتا اللي رجعها لي فيها الريكوست دوت بودي. لو جيت عملت كول للاي بي اي دي، لو جيت عملت كول للاي بي اي ديت بدل اتش تي تي بي جت خليها بوست مثلا، وقلت له انتر، لقيت ان الريكوست قال لي هلو فروم بادي، بس بالنسبه لي ما رجعليش الريكوست دوت بادي. ولو انت عملت له لوج ريكوست دوت بادي، وديت من اشهر الايرورز اللي انت ممكن تواجهها وانت مش عارف هو بيبقى ايه السبب، هتلاقي ان الريكوست دوت بادي رجع لك باندفايند، ان انا مش عارف الريكوست دوت بادي دوت ايه. تعال نشوف هنا في سندر، اقول له بعد اذنك خلي لي بوست ريكوست، وقول له سنت، فلقيت ان الريكوست دوت بادي اللوجنج بتاعه باندفايند. ليه؟ لانك لو قريت الدوكيومنتيشن هنا بتاعت اكسبرس هتلاقيه يقول لك ان انت محتاج ميدل وير عشان ابرس الانكومينج ريكوست ويز جيسون بايلود. كنا الاول بنستخدمه بادي بارسر، بس دلوقتي بادي بارسر بقى اوريدي انكلودنج في اكسبرس، فاحنا كل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا نيجي هنا نقول له لو سمحت انا عايز اعمل هنا ميدل وير تو بارس انكومينج ريكوستس، وديت حاجه ممكن تهندلها على طول app.use، واقول له هنا express.json. طبعا انت ممكن تعمل url encoding برضو، بس خلينا الاول نشوف المشكله بتاعت الجيسون. بعد ما عملت انستول للexpress.json middleware وضفته بالنسبه لي، فطبيعي اي incoming request هيعدي على الميدلوير ده الاول، فلقيت ان الداتا دلوقتي رجعت لي باوبجكت فاضي. لو انا جيت هنا بسيط اي اوبجكت وقلت له هنا النيم مثلا زناتي، وقلت له سند، فلقيته رجع لي البادي اللي انا عملته اللي هو الجيسون اللي انا بالنسبه لي رجعته. يبقى دلوقتي انا ضفت الهلمت ميدل وير، ضفت المورجن، وضفت اكسبرس. ايه تاني من الحاجات اللي ممكن تكون it will be nice to have ان انا اضيفها بالنسبه لي؟ ان انا ممكن لو انت بتimplement، بما اننا هنimplement الاوثنتيكيشن، ان انت في احيانا كتير في حاجة زي الفورجيت باسورد مثلا، انت محتاج لو اليوزر دخل كذا مرة ديتا غلط او كلم نفس الاي بي اي كذا مرة غلط، انت مش محتاج كل مرة تقول السيرفر، لان ممكن ده يبقى بوت او ممكن يبقى هاكينج او كده. فاحنا ممكن نحتاج ميدل وير تاني زي اكسبرس ريت ليميت، ده كل وظيفته ان هو بيليمت الريبيتد ريكوست للاي بي ايز بتاعتك. طيب دوت مجرد برضو
ميدل وير ممكن اقول له هنا يارن ات اكسبرس ريت ليميت، فهيضيف لي الميدل وير. اعمل له انا امبورت على طول، اجي اقول له هنا امبورت ريت ليميت فروم اكسبرس ريت ليميت، فانا كده عملت له امبورت واقدر استخدمه. تعال نشوف بنستخدمه ازاي. قال لك هنا ان الريت ليميت انت ممكن تعرف فانكشن، الفانكشن ديت اللي هي بتقول الاوبجكت بتاعك وبتبصيله عدد الوقت اللي انت محتاج ان هو يستنى بالنسبه لي. فخلينا ناخد مثلا app.use limiter هنا بالنسبه لي، واقول له لو سمحت هات لي الاوبجكت اللي هو اوريدي كاتبه دوت. وفي احيان كتير انا ممكن اجي اقول له هنا بعد اذنك ريت ليميت وبصيله الاوبجكت بتاعي. فانا هنا اي ريكوست محتاج 15 مينتس ماكسيمم ريكوست 100، خلينا نقول له مثلا 2، وخلينا نقول له بدل 15 دقيقه خليها تبقى 60 ثانيه مثلا، وخلينا نقول له كمان بدل ما ابعت لي كمان لليوزر مسج تقول له تو ميني ريكوست. فانا لو جيت هنا عملت جيت ريكوست مثلا، عملت جيت ريكوست على اللوكال هوست وبعت لقيته بيقول لي لا معلش ثواني، تو ميني ريكوستس فروم ذس اي بي بليز تراي اجين افتر ان اور مثلا فور اكزامبل او حاجه زي. فانا هنا اقدر ان انا اظبط الوقت بالنسبه لي، وممكن طالما انا عاملها 15 مينت اخليها 15 مينت، لو انا عايز اخليها ان اور اخليها ان اور براحتي، ان انا احاول اقول له هنا 60 في 60 في كذا، وممكن نخليها بقى 100 تاني زي ما كان. يبقى ديت الميدل ويرز اللي انت ممكن تبتدي ان انت تضيفها. يبقى اشهرهم بالنسبه لي اللي انت هتحتاجهم المورجن عشان تعمل لوجن، هيلمت عشان السكيورتي، ممكن تضيف حاجه زي الريت ليميت، واهمهم واللي في ناس كتير بتواجه مشكله فيه الاكسبرس دوت جيسون. يبقى انا كده ظبطت الجزئيه بتاعه اللوجن، وظبطت الجزئيه بتاعه الميدل وير بكل بساطه. ان الثري شابترز دول بالنسبه لي خلصوا، وممكن نيجي هنا نقول له بعد اذنك وقف لي السيرفر، ونقول له جيت ستيتس وضيف لي اللي انا عملته اد ميدل ويرز لي فور لوجينج وسكيورتي. حلو قوي. واقول له جيت بوش عشان ابوش الليتست تشينج. تعال بقى نشوف ازاي نهندل الايرورز على مستوى الابلكيشن بتاعي، بحيث ان انا لو حصل اي ايرور فرجع مسج معينه لليوزر، مش ان انا يعني لو انا جيت هنا قمت جاي قايل له بعد اذنك ثرو نيو ايرور وسميته زناتي مثلا، وجيت هنا قمت جاي رايح على اعمل ريكوست جيت ريكوست عادي على 3000، فهلاقي ان ده المنظر بتاع او ده الشكل بتاع الايرورز. فتعال نشوف ازاي بقى نهندل الجزئيه بتاعه الايرورز ديت لما تظهر بالنسبه لي في السيستم.